صحيح. بون بالنسبه للحسبجيات نجمو ناخذوا الفارياسيون معناتها التغير في نسبه البطاله ما بين عدد معين من السنوات. فما تقرير عملوا ليتساك مؤسسه حكوميه معناتها حول التوندونس نتاع دو لانكليزيون ريجيونال في تونس, توجهات الادماج الجهوي في تونس. تقرير صدر سبتمبر 2021. فما لهنا مقارنه عملوا فيه الفارياسيون في التو شوماج, يعني التغير في 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 معدل البطاله بحسب الولايه ما بين 2007 و 2019. فنشوفوا لهنا انه الولايات اساسا اللي هي في الشمال الغربي الوسط الغربي والجنوب الغربي هي اللي ارتفعت فيها نسب البطاله بمستويات مهمه ما بين 2007 و 2019. هو بصفه عامه فما ارتفاع مستويات البطاله في 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 الفتره الزمنيه هذه في كل ولايات, لكن الولايات هذه اساسا يعني الجانب الجهه الغربيه الداخليه من تونس من شمالها الى جنوبها هي شهدت اكثر ارتفاع. لهنا نجم نعطيك دي زيكزامبل. ناخذوا تطاوين مثلا ارتفاع 13.3%, ناخذوا مدنين 12.1, جابس 9.3, سيدي بوزيد 6.8, قروان 6.5, باجة 6%. بينما نمشيو مثلا الأريانة, أريانة خفضت فيها نسبة البطالة ما بين 2007 و 2019 إلا 2.4%. مهدية مثلا خفضت فيها بإلا 4.3%, بنزرت إلا 0.5, سوسة إلا 0.8. ذوما هما تقريبا الولايات الوحيدة خفضت فيها نسبة البطالة في المرحلة هذه, بقية كل زادت لكن بنسب أكثر زيادة نقاوها في الولايات 13 ولاية اللي هي الأدنى في بطبيعتها الأدنى في مؤشر التنمية الجهوية. يعني هذا يورينا أنه أول حاجة فما تراجع كبير في خلق الوظائف بطبيعته, لانه الزياده راهي فما كرواسونس معناتها فما كرواسونس ناتوريل في عدد الناس فهمتني عادي, وفما كل عام ناس جدد يدخلوا اكثر السوق الشغل. فكي يبدا سوق الشغل معناتها يعني الاقتصاد لا يخلق ما يكفي من الوظائف باش يستوعب الناس هذوما في سوق الشغل, فالزياده باش تكون طبيعي فهمتني, فما سول طبيعي في الحكايه. ولا يزي في الولايات اللي هي الاكثر بطبيعتها الاكثر تهميشا او اقصاء فهمتني بطبيعتها. فهذا يوري زيادة انه ما قدمناش ياسر في ما يتعلق بمستوى الادماج الجهوي واللي هو راي مؤشر البطالة بحسب الولاية وحسب الجهة مؤشر اساسي للادماج الجهوي. والفروقات من الفروقات الاساسيه ما بين الجهات والولايات في تونس هي الفروقات في هذه في 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 توفر الوظائف وفي قدره النسيج الاقتصادي الجهوي انه يخلق فعليا وظائف. هذا في الجانب الاخر فيما يتعلق بالمساله بمساله الفروقات في البطاله حسب مستوى التعليم. باش نفهموا اكثر, اغلبيه القوى العامله في تونس راهي ماهيش متعلمة جامعية. أغلبية القوى العاملة في تونس هي متعلمة تعليم ثانوي. يعني الناس ما تعرفش أنه مثلا نسبة الأميين في عدد السكان 15 سنة فما فوق أعلى من نسبة المتعلمين تعليم جامعي. تقريبا نسبة الأميين في حدود 19%, متعلمين تعليم جامعي في حدود 12-13%. فهذه راهي حاجة تنساها ينساها الناس. فما حديث برشا اللي هو بالنسبة لي أنا دي أساطير أكثر من كون وقائع على المادة الشخمة ومانيش عارف, هي أساطير أكثر من كون وقائع. لأنه كي تشوف فعليا حتى ترتيبنا في مستوى الرسمال البشري شنو هو في العالم, فما دول في المنطقة تفوتنا, مصر تفوتنا مثلا, فما دول أخرى تفوتنا في المنطقة العربية من غير ما نمشيو البعيد. يعني ما نحكيوش على جنوب شرق آسيا وما نحكيوش على أوروبا وأمريكا شمالية ذي كمستويات أخرى جملة فهمتني, ولا الصين ولا غيره. يعني لهنا هذه نقطة أولى. نقطة ثانية, في تونس فما ظاهرة اللي هي موجودة في برشا بلدان في العالم وخاصة في جنوب العالم اللي تتسمى البطالة التناقضية, شوماج بارادوكسال. إيش معناتها؟ معناتها الطبيعي والمنطقي في البرسيبشن في الإدراك العادي أنك مستواك التعليمي خير, قدراتك التقنية والمعرفية خير, فأنت عندك فرصة خير باش تلقى عمل. ما بالعكس, هذا هو. أنت مثلا انجينيور عندك فرصة خير باش تلقى عمل من تكنيسيان وباش تخلص خير من تكنيسيان, تيح تحت التكنيسيان أقل
اكسيتيرا. باختصار نقولوا قد ما تقرا تكون حظوظك قد ما تقرا قد ما تقرا قد ما مستواك الاجتماعي والاقتصادي وحظوظك في سوق الشغل وحظوظك الاقتصادية بصفه عامه تكون افضل. في تونس العكس بالضبط. في تونس قد ما كنشوفوا تتبعوا معناتها مستويات الطالب حسب مستوى التعليمي معناتها العكس. يعني في تونس كي تكون امي الاميين نسبه البطاله عندهم اقل من المتعلمين تعليم عالي. لكن لكن لازم نحطوا حاجه في ذهننا اللي هي زادة فما النقطة ديما ننساوها خاطر كي نغزر الأرقام سيك شايحة معناتها نضيعوا شوية. فما جانب كاليتاتيف فما جانب نوعي لأنه الإنسان زادة كل ما يعلى مستوى التعليم يمتاعه كل ما يتقدم أكثر زادة قدراته المعرفية وقدراته التقنية تعلى كل ما توقعاته ترتفع زادة في نوعية الوظيفة اللي لوج عليها ترتفع. صحيح. فهذه راهي نقطة أساسية وديجا في برشة دراسات صارت على العاطلين على العمل اليوم متخرجين تعليم عالي تقام صاحب شهادة جامعية ويخدم مثلا في المرمى ولا يخدم في عساس ولا يخدم في قهوة ولا كذا هي خدمة محترمة بصفة عامة لكن تلقى عنده حاجة أساسية تلقى عنده شعور بما نسميه ديكلاسمون إنه هو تراجع اجتماعي انه ستاتيو نتاعو تراجع اجتماعي وتلقى المعاناة نتاعو نابعة مش فقط من كونه الدخل منخفض ولا لا لا يحس انه مرتبته الاجتماعية معنويا تراجعت. بالضبط. يقول لك انا معناتها استاذ حتى في محيطه الاجتماعي يقول لك جيوني يجيني شكون يقول لك ياك انت قاري شو عملت بها القراية ياك انت متثقف شو عملت بها الثقافة نتاعك وين وصلت بها او فلان مثلا خرج من القراية ولا تاجر او فلان كذا او احنا او انا ما قريتش وانا كيف كيف ففما الشعور هذاك بديك لاسمو المعاناة المعنوية شعور بانك انت بذل ما انت ما كنتش قدر التوقعات اللي المجتمع يلقيها على 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 ظهرك واللي انت استبطنتها في داخلك وهذه راهي حاجه مهمه. انا ندخل برشا المجموعات الفيسبوكيه نتاع الحراك نتاع معطلين على العمل وكذا كي تقرا الاستاتيو نتاعهم تقرا الكومونتير تقرا النقاشات كذا شعور هذا بالفعليا بالمعاناه واللي هو راهو شعور زاده مفهوم لانه في الاخر التعليم زاده استثمار وحتى زاده فما جانب اجتماعي مهم في مجال الضغط الاجتماعي لانه العائلات يعني العائلات تستثمر في تونس في الناس في التعليم بتاع الناس كي يقري ولد ولا يقري بنية فما توقعات فيما بعد كيف تفشل لك التوقعات هذيك وما تتحققش أي. مش بالضرورة غلطه هو مش تكون غلطة المحيط اللي عايش فيه غلطة النظام يعني 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 المجتمع اللي عايش فيه اكسترا تفشل لك التوقعات باش تصير توترات توترات داخلية ذاتية وتوترات مع المحيط الاجتماعي وهذه النقطة لازم نفهمها. بما أننا كنا نحكيه على المستوى التعليمي جهد بعد باش نحكيه على ربما القطاعات الاقتصادية اللي هي أقل قدرة تشغيلية اليوم في تونس ولكن هي تنقعدوا في المستوى التعليمي شنية الاختصاصات التعليمية اللي هي أقل قدرة تشغيلية يعني كنشوفوا الاختصاصات الموجودة في الجامعات التونسية ونحكيه على السوق للشغل شنو تنجم تعطينا ربما من نرجع لك بعد نسبة البطالة بحسب الاختصاص محتاج يوسف باش خرجها أكثر لكن فما دراسة مهمة برشا في رأي قاموا بها ثلاثة اقتصاديين توينز اسمها بالإنجليزية موجودة موجودة على الانترنت Structural Change, Productivity and Job Creation Evidence from Tunisia التغير البنيوي أو الإصلاح البنيوي وغيره والإنتاجية وخلق الوظائف معطيات من تونس. دراسة خدموها ثلاثة اقتصاديين قلت لك محمد عمارة فيصل زيدي وهالة جديدي في رأي دراسة خرجت عام في أوت 2022 اللور جديدة لهنا دراسة مهمة جدا لفهم فعليا ديناميكيات خلق الوظائف في تونس وارتباطها بخلق القيمة المضافة والتغيرات اللي صارت من بداية الألفينات إلى ما حدود 2019 تقريبا من المرحلة هذه مهمة جدا به كنجيو نشوفوا ساعة خنشوفوا ساعة نحن توزيع القطاعات اللي هي مشتغلين معناتها شنو هي النشاط الاقتصادي اللي مرسوه في تونس أغلب فباش تلقى لي سيرفيس الخدمات 54.4% يعني 54.4% من القوة العامة المشتغلة اللي تخدم في لي سيرفيس في الخدمات. جي تشوف القطاع اللي بعدها هو الصناعات التحويلية الاندستري مانيفاكتوريغ تلقاها 17.6% من هنا راه نحكيو من 54 تحنا 17% معناتها تجي من بعدها الفلاحه اللي هي 16% وفي المرتبه الاخيره اللي هي الصناعه غير التحويليه اندستري نون مانيفاكتوريغ 11.9% تقريبا 12% يعني نشوفوا لهنا انه الكتله الاضخم المشتغلين
هي قطاع الخدمات. خدمات بصفة عامة. لكن فما حاجة مهمة في الدراسة هذه اللي هي مانيش باش ندخل في مسائل تقنية ومنهجية خاطر معقدة شوية، لكن اللي حاب يطلع على الدراسة ينجم يشوف. لكن حاولوا الدراسة حاولت تحتسب كي تحقق نسبة نمو في القيمة المضافة في قطاع معين قديش هذي ينعكس على التشغيل، على التشغيل قديش نجم تخلق وظائف، قديش قابلها خلق وظائف. به هما يشوفوا لهنا شي يقول لك الكل بالنسبة لكل القطاعات الاقتصاد التونسي ساعة. نتائج الدراسة توري نتاعهم توري انه زيادة 1% في القيمة المضافة. لان خلينا نفسر الساعة اش معناتها نتج العام تاع القيمة المضافة مقارنة بالبي بي، معناتها فهمتني ماهوش هو البي بي، نتج العام تاع القيمة المضافة هو كما تقول البي بي لكن الا الضرائب والاداءات، يعني الا الضريبة على القيمة المضافة وغيره فهمتني، يعني في البي بي هذاك يتحسب فهمتني، والا زاد الدعم الموجه للبرودوي، يعني هو في الاخر سعر البرودوي كيما تخرج من عند المصنعين هذا هو. به الوغ دوكو يقول لك 1% زياده في القيمه المضافه في الفتره ما بين ما بين 2000 و2019 تقابلها 0.19% فهمتني زياده في التشغيل عند الفئه العمريه 15-64 واللي هي بالنسبه لهم منخفض، وقارنوها ببلدان اخرين منخفض، يعني كي نعملوا 1% نعملوا تقريبا 0.19-0.20 زياده في نسبه التشغيل في منخفضه ياسر. لهنا نشوفوا بالنسبه للفئه العمريه 15-25 يعني اقل نسبه هذه، يعني 1% زياده في قيمه مضافه يترتب عليه زياده ب 0.11% اكهو في الوظائف للفئه العمريه 15-25 بما وري انه حتى كي فما نمو ايجابي يعني في الاقتصاد ماهوش قاعد يخلق في مواطن يخلق في الوظائف للشباب. نعم بالاساس به هو بصفه عامه خلق الوظائف مقارنه بالنمو ضعيف، وبالنسبه للشباب خاصه اضعف. ولهنا هما يستعملوا عبارة يعني جود مو حلو ياسر فهمتني، يطرحوا السؤال معناتها بالانجليزية يقول لك jobless growth ولا growthless jobs، نمو غير مولد للوظائف وإلا وظائف لا تنمو فهمتني. فيريتابلمون النتيجة اللي توحي بها الدراسة أن نحن في نمو غير خارق للوظائف وهذا راهي ماهيش ممتد على الفترة من الثورة اليوم، لا نحكيه من 2000 حتى 2019 2019 يعني مشكلة بنيوية. فوالا لهنا كي نشوفوا مثلا قطاع الخدمات اللي قلنا يخدم اللي هو أكثر قطاع يصير فيها أكثر قدرة تشغيلية على المادة هذه لأنه أكبر قطاع هو قطاع الخدمات وللأسف هو مش مشغل برشا بالضبط. يقول لك نمو 1% في قيمة مضافة في انتاج قيمة مضافة في الاوتبوت معناتها تاع قطاع الخدمات ينتج عليه 0.20% نمو في التشغيل بالنسبة للذكور و 0.6% في التشغيل بالنسبة للإناث. يعني هنا ما زلنا تقريبا في نسب منخفض، ولهنا يوري قطاع الخدمات يخلق وظائف بنسبة منخفضة ويخلقها للذكور أكثر من اللي يخلقها برشا للإناث. الور لهنا نجمو نفهموا زاد المساله الجندريه اللي حكينا عليها بكري شويه فهمتني. نشوفوا لهنا بالنسبه للقطاع الصناعي بصفه عام يقول لك 1% فهمتني زياده في نسبه في 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 القيمه المضافه يقول لك twice as much معناتها مرتين قد اللي يخلقوا قطاع الخدمات. اي بورتون مساهمة هنا في جانب آخر من الدراسة ممكن حتى نجيهم بعد مساهمة قطاع الصناعة بصفة عامة في الـ في الـ في الـ في القيمة المضافة في إنتاج القيمة المضافة انخفض بطريقة كبيرة ياسر فهمتني من الألفينات اليوم فهمتني. يعني في المحصلة قطاع الفلاحي لهنا هو القطاع الوحيد تقريبا الأكثر تشغيلية، لا مش الأكثر تشغيلية مش الأكثر تشغيلية لكن بالعكس مع أنت لكن 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 القطاع الفلاحي ضعيف برشا معنا
الوقت ضعيف برشا مستوى التشغيلية متاعه، فهمتني؟ لكن هو القطاع الوحيد اللي القيمة المضافة فيه، انتاج قيمة مضافة فيه تراجعت، ومساهمته في التشغيل العام قعدت كيف ما هي. يعني انتاج قيمة مضافة في الفلاحة تراجع، مساهمته في التشغيل قعدت كيف ما هي. بصفة عامة القطاع الخدماتي هو اللي شغل أكثر من ناحية العدد اليوم، لكن ما هوش القطاع اللي كتضيف فيه أكثر قيمة مضافة باش ينتج لك أكثر وظائف. بصفة عامة القطاع الصناعي هو اللي كتزيد فيه قيمة مضافة أكثر باش يجيب لك أكثر وظائف. ولكن التوجه الكبير من إصلاح الهيكل اليوم هو التقليص من حجم القطاع الصناعي وحجم مساهمته في القيمة المضافة وارتفاع أكثر في قطاع الخدمات. يعني نحن لهنا ماشيين، هذاك علاش النمو متاعنا معناتها jobless growth، نمو غير خارق الوظائف. قاعدين نخلقوا في نمو لكن ما هوش قاعد يخلق في وظائف، لأنه نخلقوا فيه بوتيتر في السكتور الغلط انتروتر مع عوامل أخرى طبعا. لكن هذي على الأقل الدراسة هذي علاش مهمة جدا، إنها تشير لك إنه رحنا رانا ماشيين في كورب غلط، ماشيين في توجهات اقتصادية غلطة من ناحية كن نحبه فعليا. مش مشكلة إنه ما ليش نخلقوا في نمو كهو، نمو متاعنا ضعيف صحيح، وبعد الثورة زاد ضعف نمو في القيمة المضافة، ضعف بصفة كبيرة. نجمو طبعا بعد نعطيو الأرقام، لكن حتى النمو شوية النمو اللي نجمو نخلقوه ماهوش قاعد يخلق في وظائف بالطريقة اللي لازم تكون مهم جدا. كل هاتي هالمعطيات